بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من ارسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيدات والساده النواب اذا مرحبا بكم باش نواصلوا اليوم اعمالنا ولكن يعني ونحن نريد هذا المجلس الوطني التاسيسي ان يكون دائما مواكبا ما يجري من احداث داخل مجتمعنا وما يهم شعبنا ما يفرحه وما يؤلمه لا يسعنا الا ان يعني تكون لنا وقفه اليوم مع بعضنا وان شاء الله تكون فيها فايده لكي نتفاعل معا بخصوص ما جد من احداث اليمه يوم الجمعه 14 سبتمبر اثر المظاهره التي خرجت امام السفاره الامريكيه تنديدا بالفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وهي احداث فعلا اليمه لانها المت قلوبا عديده قلوب كل من يحب ويغار على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن كل من يحب ويغار على هذا البلد الامين وعلى ايضا هذه الثوره ومسارها ان شاء الله يعني يكون سليما ويكون ويصل الى مبتغاه باذن الله. اليما لانه سقط الضحايا اولادنا. تالمت قلوب امهات عائلات الله يرحمهم الله يتقبلهم برحمته. وأن القلب لا يدمى لموت أي تونسي أي واحد من أولادنا أليمة لأنه رجال أمن وهما يمارسوا في مهنتهم ويحفظوا في الأمن في البلاد فيهم التجرح جروح بليغة فيهم التضرب نتمنى لهم الشفاء أليمة لأنه في بلدنا سفارات مؤسسة تعليمية تابعة لها السفارة وهي السفارة الأمريكية يعني يتم الاعتداء عليها والدخول إليها إلى مرآب سياراتهم وحرق ممتلكات بعض الممتلكات فيها ونهب ممتلكات هذه المدرسة وهذا السلوك المشين دخيل على المجتمع التونسي دخيل على أخلاقنا أخلاقنا التي علمنا اياها الرسول صلى الله عليه وسلم اخلاقنا اللي تعرفنا فيها تعليها فالمجتمع في التونسي الشعب التونسي اللي حتى وهو يدافع في كل فتره على بالطبع مقدساته على كرامته اعطى مثالا في الانضباط اعطى مثالا في السلميه اعطى في مثالا في احترام الاخر واحترام ذاته اذا يؤلمنا حقا ونستنكره ان تتم مثل هذه الاحداث هذه الممارسات والحال ان هناك ناس خرجوا لنصره الرسول صلى الله عليه وسلم مع احترامي والحفاظ على حق الاحتجاج وواجب الاستياء والاستنكار للتعدي على مقدساتنا واجب احترامها يجب ان نقف والحقيقه احنا وقفنا واستبقنا الاحداث بجلسه عبر فيها كل نوابنا على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم السياسيه وجهاتهم كلهم توحدوا على أن ننصر نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم نحترم نفرض احترام مقدساتنا بالقانون، نستنكر هذا، نعم ولكن لا نسقط في العنف، والحال وان هذا العنف وقع فيجب علينا اليوم وقفه ليس وقفه للحديث فقط وقفه امل ان ارى فيها تحليلا امل ان ارى فيها رسائل مفيده ترسل الى شعبنا امل ان ارى فيها تعبيرا مره اخرى عن روح المجتمع التونسي التي تتسم بالاعتدال والتي تميل الى العداله والقسط والسلم في كل تصرفاتها ولكن لا نقف الى حد هذا فيجب ايضا المساءله والتقصي عن المسؤوليات وتحديد الظروف التي والملابسات التي تمت فيها تم فيها هذا الانفلات وهذا العنف ولذلك فان مكتب المجلس وهذا اعلنا عنه منذ يوم السبت طلب تقريرا فوريا وأيضا تفصيلي من وزارة الداخلية بشأن هذه الأحداث وسيكون أيضا يوم الأربعاء،, الأربعاء يوم حوار مع الحكومة بهذا الشأن ما تقرر اليوم هو إدماج هذا الشأن في جدول أعمالنا فقبل ما نتعداو لمواصلة أعمالنا ومناقشة القوانين ستعطى لكل كتلة مدة 15 دقيقة وكذلك تخصص مده 15 دقيقه لغير المنتمين الى الكتل للتعبير عن مواقفهم بشان هذه الاحداث ثم نمر لجدول اعمالنا لكن قبل ذلك السيد النائب الثاني سيقرا الجزء الذي خصص لهذه الاحداث من من البلاغ الذي صدر او البيان الذي صدر عن المكتب يوم السبت تفضل سي العربي بعد ذلك لما نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي في أحداث الحرق والنهب التي جدت يوم أمس الجمعة 14 سبتمبر 2012 واستهدفت مقر السفارة الأمريكية بتونس وبعض المباني التابعة لها وخلفت خسائر بشرية ومادية معربا عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا في هذه الأحداث. ومعبرا عن استنكاره الشديد وانشغاله العميق بمثل هذه التصرفات التي تعد دخيله على المجتمع التونسي المعتدل والوسطي والنابذ لكل اشكال العنف. داعيا الى التعقل وضبط النفس والتعبير عن المواقف في اطار حضاري وسلمي في كنف الضوابط القانونيه والاخلاقيه بما يقطع مع التباغض. ويعكس نضج التونسيين والتونسيات الذين اختاروا طريق الديمقراطيه بعد الثوره المجيده. كما جدد المكتب رفضه المطلق لكل اشكال الاساءه للرموز الدينيه وخاصه منها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرا ان المس بمعتقدات الشعوب ومشاعرها الدينيه من شانه ان يكون عائقا امام مساعي دفع الحوار بين الثقافات والاديان. وبين المكتب ضرورة مضاعفة الجهود لحماية المباني التاب مباني التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتراب التونسي وفرض النظام وفق ما يضبطه القانون داعيا وزارة الداخلية إلى مد المجلس الوطني التأسيسي كسلطة عليا وأصلية بتقرير فوري وعاجل بخصوص الوقائع والأضرار التي لاحقت بالمواطنين ورجال الأمن والتدابير المتخذه من قبل الوحدات الامنيه بشان هذه الاحداث المؤلمه. واقترح مكتب المجلس تشكيل وفد نيابي لزياره مقر السفاره الامريكيه بتونس. انتهى. شكرا. شكرا. لك. اذا لكي تبدا جلستنا كما ينبغي الرجاء تسجيل الحضور. تسجيل الحضور عندنا يعني نصاب مكتمل نبدأ جلستنا الآن الساعة الرابعة والنصف ستمتد هذه الجلسة إلى الساعة الثامنة والنصف ومنها أعتقد ساعة وخمسة واربعين دقيقة بش بحسب المحتسبنا آه من دقائق من عشر دقيقة لكل مجموعة باش تتعبر عن رايها تكون مخصصة لهذا الموضوع ثم نرجع إلى جدول أعمالنا فلا ننسى أننا نؤسس أيضا لطريقة عمل نحاول أن نجمع فيها ما بين ما هو ضروري وما بين ما يجب أن نتقدم فيه من أعمالنا الكتل ما أعطتنيش قائمات متاع المتدخلين نحب نذكر السادة والسيدات النواب اللي هما غير منتمين إلى الكتل جاءتني قائمة فيها سبع أسماء تمثل الغير المنتمين إلى الكتل وكل واحد منهم بمانا 15 دقيقة كل واحد منهم باش ياخذ دقيقتين هذا اللي صار سي علي لحويجي. شكرا سيد الرئيسة من فضلك تعطينا الاسماء السبعة اللي هم مدرجين ضمن القائمة اللي باش ياخذوا التدخلات في الموضوع هذا طيب السيد هشام حسني السيد رمضان الدغماني السيد عبد المنعم كرير السيد خميس قسيلة السيد الهادي شاوش السيد أيمن الرزقي زواغي عفوا أيمن الزواغي والسيد مراد العمدوني هذا لم أختر هذه القائمة وليس لي يد في اختيارها هما النواب جابوهم لي واضح وصل احتجاجك سيد الكريم إذا نبدأ الآن واضح سي محمد العلوشي ضاف ودقيقة دقيقة لك و... تكون منكم تفهم لأنه احنا حاولنا نعطيه الوقت الكل واستشرت كل الناس إذا الرجاء منكم انكم تكونوا يعني اه متفهمين اه إذا في انتظار انه كل الكتل تعطيني القائمات نتاع الاسماء نتاعها اخوتي الكرام اخواتي الكريمات كما قلت لكم فالاحداث الاليمه هذه توفوا اربعه من واحنا من ادابنا ومن عاداتنا ومن تعاطفنا مع كل عائلاتنا انه نقرأوا الفاتحه تفضلوا نقراو الفاتحه على أرواح. إذا تقريبا وصلت لي كل القائمات، آه إذا كما العادة نبداو من كل قائمة اسم ثم من غير المنتمين اسم وحتى لين إن شاء الله لو نلتزم بالوقت ننهي الكلنا في, في الوقت اللازم، آه نبدأ بكتلة آه الوفاء والثورة السيدة حسنة مرسي تفضلي أعطيتوني آه عندك أربع دقائق لله شكرا سيدتي. شاهدت بلادنا في الأيام الأخيرة القليلة الماضية أحداث البعض منها خطير جدا والبعض الأخر مأساوي. أزمة السفارة الأمريكية التي كادت تعصف بسيادة بلادنا، هذه الأزمة التي تطرح عديد التساؤلات، هل فعلا إن جهاز الأمن عجز عن حماية السفارة؟ من هم الذين هاجموا السفارة في غفلة من أجهزة الداخلية. ثانياً أزمة دار الصباح التي يمكن أن تعصف بأكبر مؤسسة صحفية وأعرقها. وهنا أكتفي بهذا القول لا تنهى على خلق وتأتي بمثله. ثالثاً ضحايا شبابنا التي ذاقت بهم السبل ليرتموا في أحضان البحر لأن حضن بلادهم عجزت عن احتضانهم رغم ثورته التي كانوا كانوا هم وقودها عجز المجلس التأسيسي على تشكيل هيئة وقتية للقضاة لأسباب غير وجيهة اسمحي لي يا ومع احترام الحرية كلامك نظن أنه عطينا الوقت هذايا باش نتحدثوا في الأحداث الأليمة الاحداث اللي قلتيها كلها صحيح مهمه والله لكن الرجاء رجاء هي الكل احترام الموضوع التي ادت الى مادة. الرجاء لا الرجاء لا لا احترام هي الموضوع الاسباب الكل الرجاء احترام هي احترام الموضوع ان تفاقم هذه الظواهر قد يؤدي الى ما لا تحبد عقباه فانا اطلب من المجلس التاسيسي ان يتحمل مسؤوليته امام التاريخ فان لا قدر الله حدثت ازمه اخرى فأن نتائجها ستكون وخيمة ومجهولة فلو خرجت نتائج التحقيق لأحداث 9 أفريل وغيرها من مشاريع التحقيقات لكنا في وضع أحسن والرؤية أوضح لذا أؤكد على المجلس التأسيسي أن, يتفع... أن يت... يفعل دوره ويطالب الحكومة على تفسير سوء أدائها الأمني والمخابراتي والإعلامي وشكراً بارك الله فيك آه، السيد أحمد إبراهيم أعطيتوني آه، ثلاث أسماء إذا خمس دقائق سيد شكرا سيد الرئيسة سيد الرئيسة السادة والسيدات النواب الشيء اللي يقع يوم الجمعة الفرد درجة جديدة من العنف لم تشهدها البلاد في تاريخها لأول مرة في تاريخ البلاد يقع الاعتداء على بعد المسيح ويقع الشيء اللي شفناه هجوم ونهب واعتداء بالقوه بالعنف على قوات الامن وعلى قوات الجيش ويسقط ضحايا من ابناء جلدتنا نحن نترحم عليهم ولكن يلزمنا اليوم نستخص الدروس الحقيقيه من هذا الشيء اللي وصلنا له الشيء اللي وصلنا له هذايا واضح اللي ثم تقصير من الحكومه ثم تقصير من الحكومه منذ مده ظاهره العنف والناس يدعون للعنف والناس يدعون الى الارهاب والناس اللي يمارسوا في العنف على الشخصيات السياسيه على مختلف في المجتمع واللي في كل مره تقابلهم الحكومه بالتراخي بالتفهم ان لم نقل بالتواطؤ الشيء هذا اليوم وصلنا الى درجه انه دوله تونسيه ومقومات نتاعها مهدده وانها لا غير قادره على حمايه بعثة الدبلوماسيه وعلى القيام بتعهداتها الدوليه المشكله هذه مشكله كبيره ياسر اذا كان ما يقعش استخلاص الدروس منها ووضع حد لهذه الظاهرة رانا ماشيين نحو تطور أكثر ونحو يعني تعفن ونحو أشكال من العنف ومن الإرهاب يمكن تأدي ببلادنا للهاوية اليوم يلزمنا نستخلص الدروس ونحدد مسؤوليات المسؤوليات الحكومة واضحة سواء هذا الحدث هذا كان معدليه الهجوم هذا كان معدليه منذ أيام والناس كل كانت تنتظر فيه ولكن ما وقع حتى اي اجراءات وقائيه جديه اللي تسمح بانها التعبير السلمي على المشاعر المشروعه يقع ولكن في حدود انه دور الدوله مسؤول الدوله وانه امن البلاد ما يقعش التهديد له وبالتالي اليوم الموضوع الاساسي اللي يلزمنا نبحث فيه وهذا يوم الاربعاء باش يكون يوم فيه الدخول في التفاصيل اليوم دون الدخول نحن نعتقد انه الطريقه التي ادارت بها الحكومه والتي منذ مده مساله العنف نتاع الجماعات السلفيه اللي تدعو علنا للعنف وتمارسه هذا اليوم يلزم يقع استخلاص الدروس منه ومن الدروس الاساسيه هو انه مش معقول يتواصل الخلط بين الاهداف الحزبيه واهداف الدوله. وزارات تاع مثل وزاره الداخليه، مثل وزاره العدل، مثل وزاره الخارجيه، يلزم نفهم اللي هي يلزمها يقع ابعادها عن الحسابات الحزبيه وعن كل ما هو بعيد عن مفهوم الدوله. هذه من اول من الدروس اللي يلزم نستخصوها دروس من عجز الحكومة على مواجهة هذه الأمور اللي هي عادية كانت يمكن تكون عادية ولكن التعفن اللي وصلنا له التسيب ومتاع التساهل ومتاع التواطؤ مع المجموعات العنيفة معناها تمارس العنف تحرق تنهب ولكن ما لقيناش منها الموقف الحازم اللي هو يقول القانون فوق الجميع احترام الحريات احترام حريه التعبير ولكن لا سبيل لان نترك الحبل على الغرب لمن يدعو الى العنف ويمارسه هذا شيء اليوم اول استخلاص هو ان الحكومه يلزم تستخلص الدروس وانها إنه يقع ابعاد على الاقل الوزارات السياديه عن الحسابات الحزبيه ثاني شيء هو انه في نفس الوقت اللي احنا نعبروا عن غضبنا اذا بدنا نعرفه اللي طريقه التعبير وهذا نتوجه به شعبنا جميعا اذا تكون طريقه حضاريه طريقه متحضره طريقه متمدنه طريقه ما تدخلش في الفخ اللي نسبوه لنا دعاه الكراهيه ودعاه يعني العداء للاسلام والاديان كلها هذا الكل ما يمكن أن يقع الرد عليه الا بتجنب السقوط في فخ الناس اللي يحبوا يدزونا في صراع الحضارات بحيث انا الشيء الاساسي اليوم هو انه هل تصعيد الجديد هذا بين فشل الحكومة فشلا تاما في كل الملفات وفي ملف اساسي هو ملف امن البلاد الشعب التونسي اليوم في بالحق وان ينتظر انه يطمئن على امنه وعلى ممتلكاته وانه ما يقعش الجو هذا نتاع الخوف اليوم اللي قاعد غام على البلاد رايي انه يجب ان نستخلص الدروس من فشل هذه التجربه وفشل هذا التراخي المستمر إزاء المجموعات السلفية العنيفة وتتحمل الحكومة مسؤوليتها التامة في هذا المجال شكرا شكرا سيلمولدي الرياحي تفضل عندك خمسة دقائق سيلمولدي شكرا سيدة الرئيسة ما يمكن إلا أن نكون مستائين جداً لما حصل يوم الجمعه. مستائين لانه ما هكذا نكرم مكانة ديننا ورسولنا الاعظم، رغم ان حديد الاصوات ترفعت في الحوار اللي عملناه في المجلس وقلنا افضل رد يكون باخلاق سيد الخلق وبصفة حذرية لكن ثم أطراف أرادت غير ما أردنا لأنه يعني اللي ماشي باش ينصر دينه ويدافع على هويته ما يهزش معاه سيف وما يهزش معاه خنجر وما يهزش معاه سلوم وما يهزش معاه بدن متاع إسانس في الكمين وإحنا شفنا هذا يعني في جرة بعضها هبت من كل ثوب وحدب و هالناس كانوا يعرفوا رواحهم ايش يحبوا يعملوا هما والمندسين والمجرمين اللي دخلوا في صفوفهم ما كانوش بالكل ناويين لا يدافعوا لا على بلادنا وعلى هويتنا ولا على ديننا هالناس هذم كشفوا اليوم ويلزمنا احنا زادة نعرفوا كيفاش نحدوا المسؤوليات هذه بلاد في مسؤوليتنا هذه بعثات دبلوماسية وسفارات ورعاية أجانب في مسؤوليتنا ودورنا أن نوفر الحماية للتوانسة وللأجانب اللي يعيشوا معنا هذا دورنا دور الدولة التونسية ودور الحكومة وهك علاش لابد أن يتفتح تحقيق فهالمسألة المسألة هذه نعرف شنو الملابسات نعرف شنو العوامل شنيا الـ الـ ال يعني الاستنتاجات الاوليه وان شاء الله نهار الاربعه يعني اعضاء الحكومه وخاصه سيد وزير الداخليه يعطينا اضاءات لانه حقيقه ما حصل غير مقبول تماما غير مقبول تماما مش هكا ندافعوا على بلادنا ومش هكا نحافظوا على صوره الصورة الوسطيه الصوره المتحضره الصوره التقدميه لتونس الصوره المتسامحه الصوره المضيافه ل, 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 لتونس ولا بد ان القانون ياخذ مجراه تتحدد المسؤوليات الدوله ماهيش عبث والمؤسسات متاع الدوله يلزمها الكل تخدم اللي يدخل تحت القانون ماناش نشبش نظلمه حتى حد انتهى عهد الظلم ودك في الحبس وتو نشوفه يلزم نحطه كبش في ده لا اليوم لابد انه تحدد المسؤوليات ويلزم اللي عمل حاجة وانتهك حرية غيره ومقامش بما يمليه عليه واجبه كمواطن واللي وسخ صورة هالثورة هذه العظيمة لابد أنه يجاوب قدام ال ال القضاء العنف منبوذ واللي وقع نهار الجمعة هو أسوأ مظاهر للعنف وهذا يلطخ ثورتنا ويلطخ بلادنا يلطخ صورة بلادنا وهذا غير مقبول بتاتاً اللي نحب نزيد اللحة لي وإن شاء الله تكون التدابير كلها وقع اتخاذها أنه لا بد من تدابير أمنية ناجعة ونلحها لكلمة ناجعة في لسبيل، لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الأجنبية يعني كيف يعقل أنه مدرسة وأنا في اعتقادي أنه هذا إن بشكل كبير جدا مدرسه والحمد لله انه ما فيهاش تلامذة يقرأوا انه يقع النهب والحرق والسلب فيها ويبدو انه بعض الاشياء اللي تسرقت منها تباعت في في نهارتها يعني وقت اللي مدرسه يقع انتهاكها الناس الكل في العالم تقول اذا كان ما نجموش يحميو مدرسه فيها اطفال صغار شنو اللي نجمو يحميو وهؤلاء الناس الذين الذين عبثوا بمثل هذا العبث ينبغي ان نضع لتصرفاتهم حدا انهم يكونوا سلفيين ان يكونوا مجرمين ان يكونوا شنو لا بد ان يجيبوا عن عما يطالبون به امام القضاء وشكرا شكرا بارك الله فيك سي هيثم سي هيثم بالقاسم عندك أربع دقائق موجود ولا لا سي هيثم؟ موجود في بلاستي <applause> أي تفضل عفوا خاطر كنت في مكان أحداث بسم الله الرحمن الرحيم بكل صدمة ودهشة تبعت كيف كيف تونس الكل نهارة ما حدث نهار الجمعة العشية في سابقة خطيرة من تصير في تونس اللي هي احت... يعني اقتحام أرض أجنبية سفارة الأمريكية اللي شفناه مش ندخل برشا في التفاصيل على خاطر اعتقد انه يوم الاربعاء حضور وزير الداخليه مع المعطيات التقنيه مع كل الرابور بشمدو يمدوا ربما سيفيدنا في تحديد المسؤوليات. اما انا اليوم نحب نفسر ونفهم شويه اللي قاعد يصير، اعتقد انه المشهد واضح. يوم الجمعه كان هناك مجموعه ارهابيه منظمه اضافه الى مئات من الغوغائيين اللي كانوا قاعدين يستناوا فيما ستؤول اليه المواجهات. اليوم اذا المجموعة أصبحت واضحة المجموعة هذه أعتقد والظاهر وحسب ما سمعنا أنه عندها علاقاتها أمورها واضحة ومنظمة تأتمر بأوامر أجنبية ما تجمع تكون كان تنظيم القاعدة عندها أجندة تحب تبررها هنا لتونس وتركب على الأحداث قاعدة السير المجموعة هذه شفناها مسلحة باللي كتب من ربي سكاكين سلاح سيوف سلاح أسلحة, أسلحة بيضاء نقصد سيوف قيادات ميدانية متواجده في سيارات عندها سرعه في التحرك عندها سونس نتاع المناوره يعني اليوم ولينا امام خطر حقيقي امكانيات ماليه موضوع على ذمتها اعتقد ان اليوم المجموعه هذه اصبحت تهدد الامن الداخلي والامن الخارجي لتونس وهذا امر خطير وخطير جدا وبالحق سابقه كبيره انا كجزء من الائتلاف الحاكم اعتقد انه سؤالي باش يكون الحكومه وانا نستنى نهار تربع باش تجي الحكومه وقتاش باش نبداو نخدموا على الموضوع هذا وقتاش سيتم فتح هذا الملف شنو الرؤية شنو التوجهات وشنو نجم نعمله في المدى القريب والمدى البعيد ما نحبش نختم مداخلتي بدون أن نتوجه إلى نداء إلى التونسيين اللي فينا اللي شفنا اللي ما كانوش متواجدين حق تعربي معناها كانوا عقلاء ورزان حتى شفناهم ما هم يمثلوش الشعب التونسي نحب ندعوهم الكل إلى استنكار هذه الأفعال في داخلهم إلى الاستفاف ضد هذه الأفعال الشنيعة وضد هذا الغول اللي يحاول أن يفرق ويدخلنا في بلادنا لا تستمعوا أيها الشباب إلى من يغرر بكم مهما كانت الأسباب والمسببات عندكم عقل ونعملوا على الذكاء متاعكم فقد أقول أن الشعب التونسي وحتى المجتمع المدني لا تتركوا اليوم المجلس التأسيسي ولا تتركوا الحكومة وحيدة في مواجهة هذا الغول هذا الغول يجب المهمة متاعه معناها الدفاع على تونس يوم على تونس مهمتنا الكل مهمة التونسيين الكل وإن شاء الله ديما نقعد يد واحدة وندافعوا كل من يمس في مصالح البلاد التونسيه داخلا او خارجا وشكرا شكرا سي هيثم سي وليد البناني سي وليد عندك اعتقد قداش من دقيقه لانه ما عطيتونيش اربع دقائق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اريد ان اعبر على الاسف الشديد اللي بعد الثوره سقطت ضحايا من التوانسه وما كناش نتمنوا انه تسقط ضحايا ولكن ايضا الضحايا سقطوا في مناسبه اجمع عليها الكتل في المجلس الوطني التاسيسي والشعب التونسي في منطق في كل المناطق وهي حق التعبير على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا على الغضب الشديد والسخط على الفيل المسيء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجرنا الى ان وضع البلاد الان هذه الثوره التي ابهرت العالم وضعها يتطلب منا جميعا ان نتوحد جميعا لنرى كيف نخرج بهذه الصوره التي ارتجت نخرج من هذه الازمه التي تمر بها الان بلادنا واللي لكان نحصرها في مشهد فقط وفي تحميل مسؤوليه لجهه فقط فهذا ايضا تجني لابد من عدم التسرع في اطلاق الاحكام حتى وان بدت في الظاهر انها موجهه في اتجاه معين البلاد تقتضي منا في هذه المرحله ان نتوحد جميعا وان ننظر بكل رويه وبكل مسؤوليه عن كيفيه الخروج من هذا الوضع عدنا وضع متازم هذا الوضع متازم اقتصاديا اجتماعيا المشهد السياسي ايضا فيه تجاذبات الان صوره تونس وهذا الاخطر انها ايضا اهتزت وبالمناسبه نحن نندد تنديدا شديدا باقتحام السفاره الامريكيه ولا نعتبر ذلك تعبيرا على نصره الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نعتبره عملا معناها مدانا بصفه كبيره جدا لانه ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان معناها نتصرف مع البعثات الدبلوماسيه او مع الضيوف او مع اي طرف اخر. هذا يقتضي أيضا أن هذه السورة التي تهمنا جميعا ونحن في حاجة إلى أن نجتمع حول طاولة صحيح نحدد المسؤوليات وهذا توجيه الحكومة وننظر في الجانب الأمني كيف, كيف وقعت إدارة هذه معناها الخطة الأمنية هذا توجيه نسمعوه لكن لكن نتوقف مليا إلى هذه السورة أن نحن في المستقبل عدنا تحديات كبيرة ونحن نعرف اللي الآن بدت في الخارج السورة تهتز هذا يقتضي منا أن يقع اجتماع سريع جدا سواء في في كل الأحزاب السياسية وبما في ذلك الحكومة ونبحث على مخرج يعيدنا إلى القضايا الحقيقية قضايا التنمية وقضايا التشغيل وقضايا أيضا معناها آآ آآ التي تعيد الصورة خاصة ونحن نكتب دستورا ل... أما الآن الحديث على حجر الزاوية صحيح نحن نندد كل من اقترف ذنبا وكل من تجاوز القانون لا بد أن يحاسب ولا بد أيضا أن تحدد المسؤوليات ولكن مصلحة تونس أكبر من أن نحمل جهة معينة هذه تونس للجميع لابد ان الحكومه والمعارضه والاحزاب يتحاوروا في الملف مش بسيط ملف التيار السلفي مش بسيط معقد وايضا تشقه عده عده تضاريس والذي يهمنا ان تعود الصوره ناصعه وان يعود ذلك الاجماع على الثوره التونسيه يعود كما كان في الداخل وفي الداخل والخارج ولذلك في انتظار ان تتحدد المسؤوليات أنا أطلب من كل من من كل من الجميع ألا يصدروا أحكاما حتى نفهم الموضوع إن شاء الله، وتونس التي تهمنا جميعا هي الآن محك يجب أن نجتمع عليها لإخراجها من هذه الصورة وإعادتها إلى الصورة الناصعة في هذه الثورة المباركة إن شاء الله. شكرا. سي حسني. عندك ثلاث دقائق سي بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس زملائي الكرام اننا في كتله الحريه والكرامه نندد ونستنكر العنف مهما كان ماتاه ولقد كنا خصصنا جلسه لدعوه شعبنا الى التظاهر السلمي انتصارا لكرامته وقيمه ودينه لكن للاسف عندما كانت الرسالة واضحة من طرف المجلس لم يكن يسيرها الإعلام وكانت في الساعة اللي نبثوا فيها نحن في الرسالة هذيك الدعوية لشعبنا ولا هي رسالة للأمانة التربوية ولشباننا في عرض التلفزة تعديها على الفضائية كانت تعدي على الأرضية وكانت تعدي في مسلسل وزميلي ما نرجعوش الرجاء لا للموضوع الرجاء سي نجيب تفضل ما تقاطعوش بعضكم نرجعوا للموضوع للاسف للاسف زملائي يتكلموا على اشياء ما تبعوهاش بالدقه اللي تبعتها الاستاذ محسن الكعبي وسمح لي مهدي ما تبعتهاش بالدقه اللي تبعتها لنزل... بانا بالتالي ما تعقبش عليه انا نحبك ونحترمك باهي. الاعلام لم يكن في مستوى مبتغى المجلس في ان نمر رساله تعليميه لابنائنا حقه بالعكس الجلسه هذيك يعطيها الحجم متاحة باش شباننا ما يقاش تغرير بهم اقول ان في كتله الحريه والكرامه نندد بالعنف اي ما تاه ونذكر ابناء شعبنا ونذكر انفسنا بان الحصانه للرسول بكري يسموه لونفي سبيسيال والسفير بالمصطلح معناه الدبلوماسي الحديث هي حصانه مطلقه حتى كي يعمل جريمه ما يتعاقبش في البلاد هذيك باش توفر له حصانه نوصلوا معناه ندهموا على مقرات السفارات هذايا لا يمكن كما قال الاستاذ وليد وزميلي الاستاذ مولدي قبلي لا يمكن أن يكون عمل مشينا في حق سمعة ثورتنا وبالتالي خاصة الأعمال الإجرامية المخزية المتمثلة في نهب مدرسة تعليمية أنا نحب شعبي ونحب بلادي فيها مدرسة أمريكية فرنسوية إيطالية سبانيورية بوركينوفاسية فاسية في بلادي باش ولدي يلقى ويخير المدارس اللي يحبها نجي نساهم في غلق مدرسة هذا لا يمكن إلا أن يكون عيباً ويجب ان ندرك هذا الامر ونتصدى لكل معناها من يكون سببا في غلق مؤسسات في بلادنا لانه العلم نور سواء كان جاء في مدرسه امريكيه ولا ايطاليه ولا كما كنت نقول في بركونه وفصيه مش ننساهم في غلق نحب نذكر كيف كيف انه أرى من المعالجه بالسجن راهي مش معالجه طيب وادعو الى أطلاق صراحه كل المتظاهرين عدا عدا من اقترف جرم وثبت اقترافه لجرم من من النوع الذي كنت اذكره كمشين وادعو الحكومه الامريكيه الى مراجعه قرارها واذكرها بان شعبنا كان اول من اعترف باستقلالها ونرجو ان لا يؤخذ شعب بكامله بجريده بعض الاطراف كل شعب فيه الباهي والخايب أرجو أن تراجع مستوى تمثيلها وتفتح صفرتها ونحن نريد ديمومة العلاقة الدبلوماسية في أعلى مستوى بيننا وبين الشعب الأمريكي شكرا والحقيقة هو مرتين ذكر برشة مدارس وخاصة قال من بوركينا فاسو وقد وفقت أخي الكريم لأنه من البلدان التي أعطتنا من رجالات هذا القرن رحمه الله توماس سانكارا المناضل هي بوركينا فاسو بلد الرجال الاحرار علاش لا ما نكونوش هما افريقيين نتقاسموا معاهم كثير من الاشياء الكلمه الان لزميل هشام حسني من غير المنتمين للكتل شكرا سيد الرئيس كنا في جلسة يوم الجمعة نددنا جميعا بالاعتداء على مشاعر المسلمين وعلى الديانات من خلال هذا الفيلم لكن أن نقابل الإساءة والاعتداء باعتداء أفضع منه مما جعل التونسيين يقتتلون فيما بينهم وأودى بحياة بعضهم والبعض الآخر في حالات خطيرة الآن بالمستشفيات فهذا مرفوض تماما نعود لأسباب هذه الأحداث الآليمة والخطيرة فالبداية انطلقت من داخل هذه القبة حيث أن بعض المداخلات أتت لتجيش المشاعر وتضمنت الدعوة إلى الثأر أما الجزء الثاني فأحمل مسؤوليته إلى الحكومة والأجهزة الأمنية فالحكومة لم تتصدى إلى الاعتداءات المتكررة لهؤلاء المتطرفين ضد المؤسسات والأشخاص واعتبرتهم فوق القانون بتعلت لابد من محاورتهم فليحاوروهم الآن أما مسؤولية الأمن فتكمن في سوء التقدير فكيف تمكن هؤلاء من بلوغ السفارة وتجاوز أسوارها محملين بالمحروقات فأني أحمل ذلك مسؤولية ذلك لوزير الداخلية وأرجو أن يجيب عن هذا السؤال في جلسة يوم الأربعاء إن شاء الله. شكرا. شكرا. السيد أزاد بادي عندك ستة دقايق تفضل. عن كتلة الوفاة. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة اليوم مخصصة للأحداث والمستجدات الحاصلة على المستوى الوطني لجعل المجلس الوطني التأسيسي قريبا من نبض الشارع أو على الأقل هذا ما يقال. ولكن ما يحدث هو ان الكل سيدلي بدلوه والكل سيتحدث والكل سيندد ثم ينتهي الموضوع ونكون بحديثنا قد وجدنا الحلول لما يشغل بال تونس اليوم دون اخذ قرارات او حتى مجرد توصيات تصدر من السلطه العليا والشرعيه تلزم الحكومه وتصحح مساراتها بل قد نكتفي باصدار بيان تنديد لا غير. لقد صرحت حركه وفاء في اكثر من مناسبه انه في ظل عدم تشكل المجال السياسي لجأت حكومة الترويكا إلى الحلول التي تقدمها إدارة هي من تركة العهد البائد في عقيدتها ووظيفتها الداعمتين للسلطة أكثر من خدمة المواطن وتقديم الخدمات في المستوى المقبول والمطلوب هذا إضافة إلى استشراء الفساد داخلها بما يجعل أداءها يزداد رداءة حتى بالمقارنة مع ما كانت عليه زمن العهد البائد بما كان له الأثر السلبي على شرعية السلطة الجديدة الذي بدت عاجزة عن تغيير واقع الفساد ولما كانت السلطه عاجزه على تقديم الاضافات السياسيه القادره وحدها على ايجاد الرابط المشترك بين النخب والشعب وتطويره اتسم اداؤها بالتذبذب بين اللجوء الى عنف الدوله غير المبرر والتقاعس في ذلك اذ قادها تصورها في بسط سلطتها الى توسل العنف غير المتناسب او غير المبرر مثل ما حصل خلال احداث شهر افريل 2012 عندما قمعت محاولات التظاهر بشارع الحبيب بورقيبه في حين ترك الحبل على الغرب في مناسبات أخرى وهو ما يعكس ضبابية الرؤى لدى الفريق الحاكم في أسلوب فرض سلطته طرح حركة وفاء أن استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها بات مستهدفاً من قوى خارجية تسعى إلى الدفع في اتجاه تعفين الوضع الاجتماعي وخلخلة الوضع الأمني وهو ما يتطلب اليقظة في شأن من يقف وراء أعمال العنف التي تتعاطاها جماعات وأفراد وضرورة التحري في حقيقة انتمائها إلى تيار أو حركة حتى لا نقع في مخطط جر البلاد إلى مواجهة أمنية جديدة فيكون المنهج الصحيح هو التباين مع المخططات الخارجية واليقظة لما يحاك في الخفاء بواسطة أعوان مخابراتها مخابراتها العاملين ببلادنا إن الأحداث الأخيرة لا يمكنها بحال أن تخرج على هذا السياق العام ففشل وقصور لدى الساسة والإدارة وخاصة وزارة الداخلية وعجز عن مجابات الاوضاع والتصدي لمثل هذه المخططات بل وعوده لتكريس العقيده الامنيه المتعفنه للنظام البائد التي تتجلى من خلال عوده التعذيب وعوده العنف البوليسي وعوده البوليس السياسي وايضا العجز عن القيام بدوره في حمايه الوطن من كل المخططات خارجيه كانت او داخليه. اليوم لا نعرف من اطلق النار ومن وجه الرصاصه على المتظاهرين. حديث يتواتر عن إطلاق قوات المارينز الأمريكية النار على المتظاهرين وحديث عن إطلاق قوات الأمن التونسية فقط النار فأين الحقيقة من كل هذا؟ السيد علي العريض وزير الداخلية صرح أن التحاليل ستبين الجهة التي أطلقت النار وأنا أسأله هل أن حديثك يعني التأكيد أن هناك جهتان أطلقت النار من هما؟ ما هي حيثيات وتفاصيل ما حدث؟ وهل أنك فعلاً من يتحكم في وزارة الداخلية أم أن منصبك شرفي فقط وأن أباطرة الداخلية هم من يديرون فعلا الوزارة على أهميتها وخطورتها. الكل يتفق اليوم أن ما حدث هو دلالة صارخة على قصور وزارة الداخلية وفشلها في التعاطي مع الأحداث والأشخاص ولعل الحزبات الحزبية والانتخابية الضيقة تلقي بظلالها اليوم على مؤسسات الدولة وأمنها ويضع مصلحة البلاد على المحك. إن ما حدث وما يحدث. لهو دليل صارخ على غياب الرؤى والتصورات والاستراتيجيات لدى الحكومة وضبابية السياسات لديها واتكالها على إدارة هي تاركة ثقيلة من على من العهد البائد وهو دليل على عدم الإرادة الجدية في تغيير العقيدة الأمنية وجعلها بمنأى عن كل التجاذبات طالب النواب والمجلس بضرورة فتح تحقيق لمعرفة الملابسات هل يكفي فتح تحقيق يظل, يظل سراً من أسرار وزارة الداخلية؟ لا يعلمه أحد غير الداخلية ذاتها مثل ما حدث في جميع الأحداث السابقة والتي لا يعلم أحد حيثياتها ولا الأطراف التي وراءها إلى اليوم من هذا المنبر ومن منطلق مسؤوليتي النيابية أطالب السيد علي العريض وزير الداخلية الذي أمنح وزارته السفر على عشرين كمعدل في الأحداث الأخيرة تقديم تقرير للتحقيق الذي نطالب به في جلسة المساءلة اليوم الأربعاء القادم وأن يكشف الشعب التونسي بحيثيات ما حدث ومن أطلق النار وكيف تمكن المتظاهرون من الوصول إلى مبنى السفارة الامريكية وكيف وجدت عدة ثغرات أمنية تمكن المتظاهرون من استغلالها وأن يسارع فعلا بالتشارك مع المجلس الوطني التأسيسي وكل أحرار وشرفاء تونس في وضع سياسة أمنية جديدة ترتقي الى مستوى الثورة المجيدة تمكن من بناء وطن للجميع مكان فيه وطن تحترم فيه الحريات ولكن ايضا يفرض فيه القانون وشكرا بارك الله فيك السيد احمد نجيب الشابي تفضل عندك خمسة دقائق سي نجيب سيد الرئيس سيد الرئيس الحدث اللي احنا بصدد التداول فيه خطير خطير في حد ذاته وخطير من حيث تداعياته خطير في حد ذاته من حيث عدد الضحايا رحمهم الله وهم شبان التونسيون من حيث عدد الجرحى الذي تجاوز المئه خطير من حيث استهداف مقر سياده لدوله اجنبيه ومن طوى عليه من تهديد للارواح وللاملاك والتونسيون واكبوا هذه الاحداث بمراره لانهم لاحظوا تقصيرا امنيا فظا شخصيا تعطلت على طريق المرسى زهاء كيلومترين في اتجاه السفاره الامريكيه ولاحظت بعيني غياب اي نوع من الحواجز الامنيه وقدوم الاعداد الكبيره والوفيره من الشبان الغاضبين والمتسلحين بالحجاره وباسلحه بيضاء متجهين نحو السفاره الامريكيه لم اشاهد ولو حاجز واحد على مد ثلاث كيلومترات وكان الناس يفدون من كل حدب وصب اذا سيد الرئيس المساله هذه خطيره وخلفت تداعيات بعد على البلاد التونسيه تونس وضعت الان على قائمه سوداء وما ينتج عن ذلك من تهديد لمصالحها العليا الاقتصاديه من حيث امكانيات الاستثمار الخارجي، من حيث السياحه الى اخره. ولذلك نحن الان حينما نتطرق الى هذه المساله فالوقوف على النتائج الضروريه التي يجب ان نستخلصها منها. ليست هذه المره الاولى التي تعمد فيها مجموعات متطرفه الى الاعتداء على الاملاك وعلى الاشخاص وعلى الحريات. وحينما اتكلم عن التطرف فاني لا اقصد الفكر. بالنسبه الي كديمقراطي احترم حريه الفكر مهما كانت الافكار. لا يهمني اللباس ولا تهمني اللحي. ما يهمني هو ان تقف هذه الجماعات في حد احترام حقوق غيرها والا تتعداها بالاعتداء بالعنف بكل اشكاله لقد شاهدنا احداثا اليمه استهدفت المواطنين في جندوبه وفي بوزيد وفي الكاف وفي بنزرت وفي غرد وبضاحيه المرسى وفي كل مره لاحظنا تهاون من طرف الصوره العموميه ازاء هذه التحركات الاجراميه إنها إجرامية لا لأسباب إيديولوجية كما قلت وإنما لأنها تعتدي على الأشخاص وعلى الأملاك وتتجاوز القانون ولاحظنا أيضا بكل أسف لا فقط تهونا من السلطات الأمنية وأعني بها بالذات وزارة الداخلية وإنما أيضا من السلطة القضائية ومن وزارة العدل باعتبارها رئيسة النيابة العمومية لم نرى تتبعات جدية ازاء الناس الذين اقترفوا الجرائم في بنزرت بمناسبة حلول سمير قنطار. رأينا الضحايا ورأينا الدماء ورأينا الجروح ولكن حينما مثل اربعة من من عشرات المعتدين امام السلطة القضائية اطلق سراحهم بينما نرى صحفيون وأناس وأناساً آخرين يحالون على السجن من اجل صغيرة او كبيرة. سيد الرئيس هذا التهاون مرده موقف سياسي هناك قرار سياسي بعدم مواجهة هذه المجموعات المتطرفة مرة أخرى نحن لسنا مع الحلول الأمنية ولكننا نحن مع تطبيق القانون مع كل الضمانات التي تفترضها حقوق الإنسان والتشريعات التونسية والدولية ف هذا القرار السياسي الذي يخص حزبا بعينه لأسباب تهمه وقد لا ندركها لا يمكن أن تتحملها الدولة التونسية لذلك نحن نرى بأن المجلس الوطني التأسيسي عليه أن يطالب بتحقيق مستقل وأن لا يكون شبيها بالتحقيق الذي طلبناه يوم 9 أفريل وأن نقف على المسؤوليات وعلى التقصير الذي عايناه والذي تشتكي منه قوات الامن ونقاباتها. ونطلب ايضا، نعم سيد الرئيس انتهيت، ونطلب ايضا ايضا مستقبلا الا الا تعهد وزاره الداخليه في هذه الفتره الانتقاليه الا الى شخصيه مستقله تضمن حياد جهاز الامن لانه بدون ذلك ينتهي. مسار الانتقال الديمقراطي ولن تكون هناك حرية انتخابات ولا حرية اجتماعات ولا أي نوع من أنواع حرية العمل السياسي شكرا بارك الله فيك السيد الآن الكلمة للسيد فيصل الجدلاوي سي فيصل عندك أربعة دقائق مع الشكر سيد الرئيس حتى لا أكرر مدخل زميلي الأستاذ أحمد نجيب الشابي وحتى لا أقول أن هذه الأحاديث هي خطيرة أنا سأقول أنها هي عندها أهمية وأهمية تظهر على ثلاث مستويات المستوى الأول أن هذه الظاهرة هي غريبة على الشعب التونسي ظاهرة العنف وظاهرة العنف السياسي والعنف اللفظي وغيره نحن الكل يعلم أن التونسي وعبر التاريخ عبر عن مواقفه ودفع عن هويته وعن حريته بطرق كلها سلميه وان هذه الظاهره هي ظاهره غريبه عنا وظاهره ظهرت ظهرت ضمن مجموعات تتزايد يوما بعد يوم ويخشى يخشى يا سيد الرئيس ان تكون السلطه تتسامح في التعامل مع هذه المجموعات التي اصبحت تهدد السلم الاجتماعي هذا من ناحيه من ناحية أخرى يا سيد الرئيس أن أهمية هذا الحدث هو أيضا في الأضرار التي لحقت بالتونسي على المستوى الضحايا وعلى مستوى الجرحى وعلى مستوى العديد من الأشياء الأخرى منها حالة الإنفلات الأمني وعدم الإستقرار الأمني والذي والتي ستبقى أو سنبقى نعاني منها مدة زمنية أخرى. المستوى الثالث هو عدم قدرة السلطة على حماية سفارة وبعثات دبلوماسية هي ملزمة قانونا بموجب اتفاقية فيينا 1961 بحماية هذه البعثات وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على الشعب التونسي الذي سيبقى يعاني منه مدة زمنية طويلة مسألة أخرى سيد الرئيس أن هذه الأحداث وأنا شخصيا تابعت عبر وسائل الإعلام وسائل الإعلام المسموعة أن هناك أطراف قد صرحت أن الاعتداء على السفارة الأمريكية يندرج ضمن الجهاد في سبيل الله هذا الأخطر وهذا الخطير يا سيد الرئيس ونحن نعلم أن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع المكلفين بالأمن الوطني كان بامكانهم تفادي مثل هذه الاحداث لان المسيره انطلقت من جامع الفتح بلفيات باتجاه البحيره ودامت تقريبا نصف ساعه ونحن نعلم ان من ضمن المجموعات التي خرجت من جامع الفتح التحقت بها فيما بعد مجموعات اخرى من ذوي السوابق العدليه والناس يعرفون بالانحرافات كل هذا يا سيد الرئيس كان على وزارة الداخلية وعلى القائمين القام... على الأمن في تونس أن تتفادى كان عليها أن تتفادى لكن الأمر وقع المهم يا سيد الرئيس هو أنه مستقبلا لا بد من التعامل مع هذه المجموعات بأساليب لا حتى لا أقول ردعية لكن على الأقل تطبيق القانون أصبح ضرورة لازمة أصبح ضرورة لازمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث وحتى لا يمكن أن تكون لها إنعكاسات على الثورة التونسية. إنعكاسات سلبية يا سيد ريس مع الشكر. شكرا. سيد بشير النفزي عندك أربع دقايق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ما عاشته بلادنا خلال نهاية الأسبوع الفارط له أقرب للكابوس منه للواقع بقطع النظر عن تحديد المسؤوليات التقنية والفنية وبقطع النظر عن القرار السياسي ومدى مواكبته للحدث إلا أن الإشكالية والطامة الكبرى هو استفحال نشاط الجماعات الإرهابية وأستعمل بكل ثقة كلمة إرهابية فمن يعتمد التحطيم والترهيب والتهديد وتجاوز القانون لا يمكن وصفه إلا بالإرهابي فلتكن صار فلنكن صريحين وواقعين ونسمي الاسماء بمسمياتها من يرى في سفارات امنه في بلادنا بؤر شيطانيه ويحرج الدبلوماسيه التونسيه ومصالح البلاد والعباد لا يمكن ان نتهاون معه ايها الاخوه النواب ان الصدمه لعظيمة بموت تونسيين بنيران الامن الوطني نتالم ونبكي دما ولكن من يتحمل مسؤوليه إلى متى التهاون وغياب الحزم والصرامة؟ لماذا تحقق شرذمة من الإرهابيين مخططاتها بسلاسة وبثقة بأن العقاب ليس بعسير؟ أعلمكم سادة الكرام أن اليوم بالتحديد أحد قيادات هذه الجماعات السلفية ومناصريه تحصنوا بكل جرأة بجامع الفتح في قلب تونس العاصمة نعم بكل تحدي وكل جرأة ماذا فعل الأمن ووزارة الداخلية؟ في تونس اليوم تتمكن مجموعة من الفوضويين من التسلق بسلاسة جدران أحد أهم السفارات في بلادنا. أين هي الأوامر الصارمة؟ وما هو مستوى تورط القيادات الميدانية في تمرير الأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية؟ الإخوة النواب إن أشد ما ألمني أن من اعتدى على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو غير مسلم ويستحق بالطبع كل العقاب في الدنيا والآخرة. ولكن ما حصل في تونس وألمني أكثر أن مسلمين هم للأسف أعتبرهم خوارج العصر يتجاوزون تعاليم سيدنا رسول الله والذي أمن على حياة المرأة والأعزل والأجنبي والناسك والمتعبد ويعطون فكرة قبيحة عن الإسلام دين التسامح والحضارة والكرامة ماذا يريد هؤلاء الخوارج غير المضرة لهذا البلد العزيز ماذا يريدون غير فشل ثورة شعبنا من يمول هؤلاء وأين كانوا زمن الدكتاتورية أقول لكم كانوا مسالمين خانعين. ولا أذكر أن كانت لهم يوم مشكلة مع النظام السابق، بل بالعكس، إذا في إطار تحقيق أهداف الثورة وأهمها القطع مع الماضي وكل من تآمر على أمن وكرامة هذه البلاد، فإني أطلب من وزارة الداخلية والحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة والصرامة والحزم، فقناعتي ثابتة أن عديد هذه المجموعات السلفية والمندسين فيها تحديدا تخدم بكل إتقان أجندات أعداء الثورة ومهندسي الثورة المضادة. ختاماً علينا جميعا ان نلتف ونتكاتف حكومه ومعارضه ومجتمع مدني من اجل ايجاد حل لظاهره غريبه عن مجتمعنا وثقافتنا وديننا الإسلام الحنيف الا وهي ظاهره التعصب والتطرف والارهاب المقيت لن يمر وسيتصدى كل الشعب لمن لا سعي له سوى تشويه صوره بلادنا والاضرار بمصالحها والسلام عليكم شكرا السيده سلمى سرسوت عندك ثلاث دقائق بسم الله الرحمن الرحيم مدام هناك اعتداء على بعثات دبلوماسية هناك مأساة ومدام هناك اعتداء على ممتلكات أجنبية أيضا يمكن أن نتحدث عن مأساة هذه مأساة لا تشرفنا ولا تشرف تونس اليوم تونس الثورة ولكن تظل الماساه الكبرى هي في الضحايا هي في الانسان الذي مات هي في من مات ذلك اليوم ومن لحق به اربعه من الضحايا نسي الاعلام ان يقول انهم ملتحين ما وقع يوم الجمعه حاله من العنف المتبادل والذي هو نتيجة عنف سابق توجه للمقدسات. والعنف الذي يتوجه للمقدسات يتوجه للشعب بكامله وليس لفرد. من المسؤول؟ هذا هو السؤال الذي حاول السادة النواب ان يجيبوا عنه. هناك محاولة لربط حبل حول الحكومة باسم انها سمحت لهذه المجموعات بالتواجد. لكن لنكن صرحاء ولنتحدث عن الامور بمسمياتها. من صنع التطرف في تونس؟ من كان مسؤولا على ايجاد هؤلاء؟ نحن شعب معتدل في كل شيء. اولا اوجه اصبع الاتهام الى ساذكركم بذلك الى سياسه تجفيف المنابع في الماضي. سياسه تجفيف المنابع التي حاولت اقصاء كل نفس ديني وحاولت تجريم كل من يتحدث عن الاسلام كمنهج حياه هؤلاء الشبان يثارون لانفسهم ولدينهم فيتطرفون في ذلك التطرف لا ينتج الا التطرف ثم عامل اخر مسؤول واكون أه يعني جريئه في ان اعلن ذلك الاعلام وما يبثه من فتنه ومن صراعات من التاكيد على نفس الخوف ولا استقرار بل ان الاعلام كان يستهدف هذه المجموعات كلما سكنت الى الاستقرار فكنا نجد هذا العنوان في كل مره اين اختفى السلفيون وكلما ظهر هذا العنوان في صحيفه ما الا واعقبته احداث فيلات تحدث البعض عن تسامح الحكومه مع هذه المجموعات وانا الان اقول العكس اللي مارسوا العنف من المعتصمين أطلق سراحهم واللي مارسوا العنف من النقابيين أطلق سراحهم واللي مارسوا العنف من المحتجين في معرض العبدلية موقف موقوفين إلى الآن وأعمارهم في العشرين وفي 22 وعشرين سنة تحدث زملائنا عن تواطأ مع هذه المجموعات أقول هناك دعوة إلى محاكمة الآراء والأفكار اليوم هناك من ينادي بمحاكمة فكرية بعد أن وقع دفعهم نحو العنف ودس من يمارس العنف في صفوفهم يلزم يجي وقت باش نقضيوا عليهم لا يمكن لتونس بعد ثورة أن تسمح بمحاكمات سياسية وبمحاكمات فكرية أقول أن ما حدث هو عامل لتجميعنا ولاتخاذ موقف موحد لكي نتمكن من تجاوز المرحلة ومن إنجاح هذا مسار الانتقال الديمقراطي ولكنه استغل كعامل لإنجاح مصلحة حزبية ضيقة وإلى توجيه الاتهام للحكومة باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة. لا أدافع عن الحكومة ولكن هذا الملف بالذات لابد أن نتدارسه من جميع أوجهه ولابد أن نؤكد على أن التجاذبات الحزبية والأيديولوجية التي أنهت الشعب التونسي حان الآن الأوان لإفشالها. شكرا شكرا أنا يعني ممكن لأنه البعض ما خذاش وقته كل ولكن الرجاء احترموا وقتكم يعني لانه باش الناس كلها تتكلم في نفس الظروف سي عبد الرزاق الخلولي عندك ثلاثة دقائق تفضل شكرا سيد الرئيس و معناتها تماشيا مع زملائي الذين سبقوني في المداخلات الحقيقه اضم صوتي الى صوتهم في التأكيد على أنه حقيقة نحن خلنا أنه هذه المسائل لن تقع وقد عقدنا في المرة الفارطة جلسة وأكدنا على أن هناك فخ منصوب للمسلمين ولشعبنا ولكن سامح الله الأعلام لأنه لم ينقل هذه الجلسة أو تلك الجلسة مباشرة وإنما اختار أن ينقل مسلسل مصور ولم ينقل جلستنا تلك حتى على الاقل نؤثر ابناء شعبنا واخوتنا وحتى على الاقل ربما نؤثر فيهم بعض التاثير ولكن كما يقول المتنبي ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ونحن ما كنا نتمنى ان تقع مثل هذه الاحداث ومثل هذا العنف ومثل هذه ربما الاخطار التي نحن في غنى عنها لانه في حقيقه الامر أردنا أن تبقى صورة ناسعة لهذا البلد صورة ناسعة لهذه الثورة صورة ناسعة لديننا الإسلامي وصورة ناسعة كذلك لشعبنا الأبي شعبنا هذا الذي أبهر الأحرار في العالم وقام بثورته وافتك حريته نحن نقول سيد الرئيس أن هذه الأحداث نستنكرها بشدة ونندد بها ونقول كذلك ان المعالجه الامنيه لم تكن حينيه ولم تكن في وقتها بل حقيقه لاحظنا ان لم كان من المفروض ان تكون هناك تدخلات سابقه للاحداث وليست لاحقه وكان من اللازم ان نجد بعض الوسائل الاحتياطيه وبعض الوسائل الحمائيه التي ربما تقلل من الاخطار التي شاهدناها ولكن في كل الأحوال فأننا ندعو كل أبنائنا وكل إخوتنا أنهم يرتفعوا عن هذه الممارسات والحقيقة أنه تكون كل احتجاجاتهم هو مشروعة وشرعية أنها تكون في إطار الشرعي وفي إطار ألا لا أو لا يعالج الخطيئة بخطيئة أثقل منها لأن الخطيئة وجدت في الإساءة إلى الرسول ولكن خطيئة التدخلات وخطيئة التجاوزات وخطيئة هذا هذه الأحداث هي خطيئة أكبر منها في نهاية الأمر ماذا نقول؟ نقول أنه يذكرني الحقيقة سيد الرئيسة بما وقع في التاريخ البشري القديم عندما يتكلم التاريخ عن التواغيت وخاصة عن المغول وهناك اسم حقيقة هو هذه هذه الافعال وهذه الجرائم هي مغوليه ونحن نريد لهذه هذه الافعال الا تكون في بلد احبه الله وفي بلد الحقيقه هو بلد التسامح وبلد يعيش فيه كل الشعب التونسي متضامنين متكتفين وحقيقة ندعو الله ان يبعد عنا مثل هذه الاحداث وشكرا بارك الله فيك سي رمضان الدغماني عندك دقيقتين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم نحن مجموعه الانفتاح نعبر عن موقفنا من الاوضاع المترديه التي آلت اليها البلاد اليوم لا شك ان الوضع الراهن بالبلاد يبعث عن عميق الانشغال وذلك اولا الوضع الامني الذي بات محل تساؤل وانشغال لذا ومن اعلى هذا المنبر نطالب وزير الداخليه بالمجيء المجلس الوطني التاسيسي وشرح الاسباب التي ادت الى التجاذب حول المؤسسه الامنيه ثانيا ان الاحداث الاخيره التي جدت يوم الجمعه الفارط تطرح عديد التساؤلات فمن حق التونسيين والمسلمين جميعا التعبير عن استيائهم واستنكارهم لكل ما من شانه ان يمس من مقدساتنا ويسيء لديننا الحنيف وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء برسالة التسامح والتآخي والتحابب والسلام للإنسانية قاتبة لكن ديننا الحنيف ينبذ العنف والاعتداء على الآخر كان علينا أن نعبر عن غضبنا بمسيرات سلمية تنم عن التحضر والتحلي بأخلاق الإسلام العالية لكن ما جد من عنف ممنهج ومتوحش تسبب في إزهاق أرواح بريئة وجرح مواطنين وأعوان أمن يؤدون واجبهم الوطني كل هذا يبعث برسائل جد سيئة تمس من سمعة بلدنا وشعبنا في الداخل والخارج سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وخاصة الاعتداء المشين على الدبلوماسيين الأجانب لذا ولهذه الأسباب نطالب بتحديد المسؤوليات والقبض على المتورطين في الاحداث الاليمه الاخيره ومحاكمتهم علنيا امام الشعب مع العلم ان موقف السيد وزير الداخليه لا يرتقي الى مستوى مسؤول عن راس وزاره السياده كوزاره الداخليه ان تطرف الممنهج الذي تمارسه فئه معروفه تؤمن بالعنف والاعتداء السافر على الاشخاص والممتلكات العامه والخاصه كل ذلك ينم عن تهاون شكرا سيد من طرف على سير مضانيك وتجوزت وقتك بدقيق كامل بارك الله فيك شكرا أه سير رفيقة ليلي عندك ربع دقائق تفضل شكرا سيد الرئيس أسحب الكلمة إلى حين حضور رئيس الحكومة ووزير الداخلي ووزير الخارجي حتى نجد من نتحاور معه ونسائله فيما نحن قلقون بشأنه مع الشكر كفى الله المؤمنين القتال سي محمد الحامدي عندك خمسة دقائق تفضل شكرا السلام عليكم والله انا نحب نعلق شويه على على دلاله الحدث هذا الحدث الخطير والاليم يعني كان نحوصلوا الحدث هذا والامور بخواتمها كان نحوصلوا الحدث الحدث هذا افضى مع الاسف الى مقتل خمسه مواطنين اللي نترحموا عليهم. خمسه ام اربعه؟ آآ آآ خمسه اه عفوا 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 عف. انا اللي في بالي انه خمسه وعفوا اللي كان غلط. لا 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 وجرح معناها جرح عشرات المواطنين الرقم تقريبا قرب المئة كما أفضى أيضا إلى الاعتداء على سفارة الدولة ونحن نعرف حتى في تقاليدنا العربية الإسلامية وحتى في حال الحرب لا في حال السلم حتى في حال الحرب السفيرة والرسول يعطى الأمان ولا يضار بأي حال من الأحوال كما أفضى هذا الحدث إلى الإساءة إلى سورة البلد وأفضى أيضا فيما أفضى إلى إشاعة أجواء الهلع وإحساس بالخوف على السلم الأهلي لدى المواطنين ويكفي لو تجول وأكيد, وأكيد الكثير منكم تجول في العاصمة مساء هاته الأحداث الأليمة ولاحظ يعني الخوف والهلع والانشغال على المستقبل في أعين التونسيين وأكيد لو لاحظ كأي ملاحظ عادي أن التونسيين سارعوا إلى مغادرة وسط البلد العودة إلى بيوتهم باكرا على غير العادة لماذا اشاع هذا الاحساس بالخوف؟ لانهم فعلا لاحظوا عجز الدوله او عجز السلطه ولاحظوا ايضا ان هذه السلطه من السهل الخروج عليها او ان كثيراً او ان بعض المجموعات ادمنت واستسهلت الخروج على هذه السلطه. وهنا امر الى مسؤوليه الحكومه بشان هذا الحدث. الحكومه مسؤوله بشكل واضح لكي لا اقول فاضح لماذا؟ لانها تراخت في مواجهات او في مواجهه وردع جماعات العنف والغلو وهذه الجماعات استسهلت التطاول على القانون استسهلت الاعتداء على الحريات الخاصه والعامه، استسهلت الاعتداء على ممتلكات الغير، استسهلت السعي الى فرض قناعاتها بالقوه، وفعلا نحن حينما نتحدث عن الغلو انا افضل ان لا نتحدث عن السلفيه. يمكن للبعض مما يتصور انه يقتدي بالسلف الصالح ويتبع السلف الصالح ان يكون وديعا ومسالما ولا مشاحه في عقائده وافكاره وتصوراته حول الدنيا والاخره، ليس هذا مجال نقاشنا، نحن لا نناقش الدوافع والعقائد وانما نناقش الافعال. لذلك انا افضل الحديث عن جماعات العنف والغلو. هذا التراخي من الحكومة يبدو للأسف أنه لحسابات انتخابوية وإن كانت في تقديري غير موفقة. هذا التراخي قلت شجع هذه المجموعات على التمادي ورصدنا كثير من الأحداث التي لم تجد فيها هذه الجماعات رادعاً بل وجدت كثير من التسامح والتعامل المخملي وكثير من التغاضي في حين وُجهت أحياناً تحركات أخرى ربما أكثر شرعية بأكثر حزم وأكثر عنف. هذه مسؤولية غير مباشره المسؤوليه المباشره هو فشل الخطه الامنيه فشلا ذريعا يعني من ترخى مع هؤلاء هو نفسه من اضطر بين ظفرين في النهايه لاطلاق النار عليهم يعني الذي الذي يعني أوعز لهؤلاء بأن لا يتجهوا لشارع بورقيبة حينما كانوا على مقربة من من جامع الفتح وقال لهم اتجهوا إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي اضطر في الأخير بين ظفرين إلى إطلاق النار لتجنب الأسوأ إذا لا أقول أو لا أبالغ حينما أقول هو الذي قتلهم مجازا وحقيقة قلت والفشل في الخطة الأمنية والثغرات في الخطة الأمنية بدائية يلاحظها أي مواطن عادي أنا مثلا لست مختص في الأمن بأي حال من الأحوال وتوجهت إلى المنطقة حينما ابتدأت الأحداث الثغرات فعلا كما ذكر سينجيب وكما ذكر بعض المتدخلين ثغرات بدائية إلى درجة لا تصدق وإلى درجة تثير بعض الشكوك يعني هناك ثغرات يعني لا يمكن ان 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 تصدق انها من وزاره يفترض لديها خبراءها لديها قوتها الميدانيه لديها قياداتها لديها عقلها المدبر وجهازها العصبي المركزي يعني هناك خطه لا خطه تقريبا. وهذا هذا يؤثم خاصة أن الأحداث لم تكن مفاجئة بل سبقتنا دول عربية وسبقتنا يعني دعوات متواترة في الصفحات الافتراضية أقول باختصار شديد الدروس السياسية هناك درس سياسي جزئي وهناك درس سياسي عام الدرس السياسي الجزئي هو أن سلوك وزارة الداخلية تحوم حوله كثير من الشكوك وتظلل أداءه بظلال حزبية فدعوة إلى تحييد خاصة وزارتي الداخلية ووزارة العدل والدرس السياسي العام هو الروح الوفاقيه ان هذه البلد في هذه الفتره الانتقاليه وما يحيق بها من مخاطر وما يتهددها من صعوبات لا يمكن ان يحكمها طرف لوحده يتصور انه وصيه على المرحله الانتقاليه ينفرد بها نحن نحتاج الى وفاق حقيقي تونس لنا جميعا ومصلحتها فوق حساباتنا الفئويه جميعا شكرا والسلام عليكم بارك الله فيك سلحبي الحبيب الهرقام عندك ثلاثه دقائق ثلاثه أشاطر السيدة الرئيسة في نبل مشاعرها نحو الوطن ونحو ما انسقط بأبنائنا ضحية فيما يعرف بقضية سفارة الأمريكية. سيدة الرئيسة أن عملية الانتقال الديمقراطي على مر العصور هي عملية معقدة تشوبها مظاهر الفوضى والتجاذبات ولكن لم نتصور أنها تنال بلداً صديقاً الشيء الذي يسيء إلى بلادنا كما يسيء إلى ثورتنا ونحن إذ نهدد ونندد بهذه العملية التي تعددت أسبابها فإننا نحمل المسؤولية لعدة أطراف. أولا أحزاب الردة التي تلوثت أيديهم بدماء الشعب طيلة عقود والتي بدأت تكتسح الساحة فعوض أن تعمل على بناء لحمة بين السلطة والشعب أصبحت تثير النعرات وتحاصر الحكومة والمجلس في مربع ضيق لتؤلب الشعب ضدهما. ثانيا وزارة الداخلية لا في شخص وزيرها فقد على الأقل خبرنا شيئا من حسن نيته ولكن هناك في وزارة الداخلية رموز الفساد وفي اداراتها الجهوية والاقليمية يتصرفون في غفلة منه ودون علمه اقول هذا واتحمل مسؤوليتي والا كيف تفسر ان احد اعوان الشرطة يقدم للوزير عن طريق كاتب الدولة رمزا من رموز الفساد بملفه بما فيه من وثائق حقيقية ماذا يقع؟ يقع توقيف عون الامن لمده سته اشهر. ثالثا تهميش دور المجلس وقد تهميش دور المجلس التاسيسي لكي لا يمارس دوره الحقيقي في تسيير شؤون البلاد والسيطره على كل ما يطفو على السطح من احداث. لذلك كله فاننا نطالب بتحقيق دقيق ومحايد. في ظروف وملابسات هذه العملية ونشرها وتبليغها للشعب بكل شفافية واتخاذ الموقف الرادع وكذلك ننادي بأن العمل بالعمل على تكريس دور المجلس تكريسا فعليا وشكرا بارك الله فيك سي حبيب الان سي عمر الشتوي عندك 10 عفوا عندك 4 دقائق سي عمر بسم الله الرحمن الرحيم التعليق على الاحداث يقتضي البدء بمسؤوليه وزاره الداخليه الواضح وان هناك سوء تقدير للموقف لان في فتره الازمات يعني تقع ما يسمى بورقه في تقدير الموقف من الواضح ايضا وان هناك قصور استخباراتي واضح من حيث معرفة مدى الاختراقات الواقعة من طرف أجهزة أجنبية نعتقد جازمين أنها عاملة ومؤثرة في مثل هذه الأحداث لأن الاستخبارات كما ضوء الكشاف الذي ينير السبيل بالنسبة لقوة الأمن منذ يوم الخميس وإحنا نعيش في وسط الشعب تم تجمعات في محيط بعض المساجد من جهة تجمعات للسلفيين يعدوا في الأعلام واللافتات وهناك تجمعات في شيرة أخرى بمحيط المسجد نفسه لعصابات جريمة أشعم سكاك وشاحنات للنهب وأسلحة هذه الأسلحة سيوف توصلوا قبل يعني في العهد السابق حتى ماء الفرق وصل وقع منعه من الدكاكين معناتها باش يعني يقع السيطرة والوقاية من 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 الجريمة. وصلوا حتى يعني يقسموا في الأدوار والناس تستمع لهم بين شكون يندس في المظاهرة باش يخبرهم بالمستوى الذي بلغته وما بين يعني البقيه اللي هم باش ينقضوا على ممتلكات الناس الى اخره وصلوا حتى في وسط الاحياء يقسموا قوا جماعه الحي الفلاني انتم عندكم الاقمشه وانتم عندكم الاثاث الموبيليا وانتم عندكم المعون هذا هذا كل قاعده تبلغنا يعني الامور هذه لما نقارنوا احنا في العهد السابق كيفاش مباريات رياضيه اكثر حجم مانتها واكثر خطر على الامن ورغم ذلك يقع احتوائها ويقع السيطره عليها بحيث نشوفه شفنا في المشاهدات في التلفزه وان هناك تراخي واضح هذا بوليس يشد واحد متلبس بالحرق وفيده حجره ويقول له برا روح هذا تستر على الجريمه هذا تستر واضح على على, على الجريمه بحيث لماذا وقعت مسيرات سلميه في قفصه وفي غيرها من المدن بدون ان منتها يقع اخلال بالامن العام بحيث هناك تقصير في استغلال المنظومة الأمنية المنظومة القانونية الموجودة حاليا تسمح حتى بالتد... بالتحفظ الوقائي شنو التحفظ الوقائي هو تدابير الأمن لمزير دي سيكوريتي توقف شخص في مناسبة في زمن محدد إلى أن يمر ذلك الحدث ثم ما يقع إخلاء سبيله وهذا موجود في القانون الإداري كيف كيف الملاحظه اللي لاحظها الاخ نجيب الشابي معناتها في طريقها من حيث ان هناك القضاء نفسه هناك اجراءات مائعه في مستوى التتبع وفي مستوى العقاب لان ثقه المشرع في القاضي لما اعطاه ظروف التخفيف وظروف التجديد بحسب خطوره الجريمه بحيث القاضي يلزم يلائم ما بين خطوره العقاب مع خطوره الجريمه وانعكاساتها الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. من حيث الاسلام الاسلام الدين الاسلامي حرم القتل وكذلك حرم تعريض النفس البشريه للقتل لما قال في سوره البقره بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفتنه اشد من القتل حرم النهب نهب الممتلكات وحرم تعريضها للنهب لان تهيئه الظروف اللي تساعد وتهيئ لحدوث القتل والنهب هو في حد ذاته يعني حرام يعني لأن حتى النشل البسيط والنطر البسيط يقوم على تشتيت تشتيت انتباه الضحية ف يعني على من يقع وزر هذه الرقابة التي سقطت وهذه الممتلكات التي نهبت يقع على ظاهر على عاتق هالوزر هذايا على السلفي ليدعي الاسلام والاسلام منها براء وهو لم يتخذ الاحتياطات اللي يأمن بها المظاهرة اللي شارك فيها ويحول دون تحويلها إلى مناسبة للاعتداء على الممتلكات والأشخاص أختم وأقول وأن برشا ناس يظنوا وأن كيف أضر هو بالسيارات السفارة يعني أحد الضرر لا رأي ميزانية الدولة التونسية هي التي تتولى تعويض هذه الأضرار على حساب يعني ميزانيات واولويات الاجتماعيه والتنميه الريفيه والمناطق الداخليه هذه يعني كل سوف تدفعها الميزانيه الدوله مالتها من مالها على حساب معناتها اولويات الميزانيه وشكرا بارك الله فيك بارك الله فيك سي عماد الحمامي عندك ثلاث دقائق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين الفيلم الذي وقع بثه كان رديئا في مستواه الفني وكان متواضعا في اداء ابطاله ولكنه كان فظيعا في مضمونه ومستفزا لمشاعر كل المسلمين بدرجه غير مسبوقه وادى الى درجه من الاحتقان في كل البلاد العربية والإسلامية. وأريد منه فتنة بين المسلمين والمسيحيين، ولم يحصل ذلك، لأننا رأينا المسيحيين يحتجون مع المسلمين على هذا الفيلم. أريد به أيضا إعادة بلدان الربيع العربي إلى ما قبل الثورات. أنظمتها لا زالت هشة، وشعوبها لا زال فيها الحراك الثوري وهذه الدرجة القصوى من الاستفزاز من الممكن أن تعيد الأمور إلى ما قبل الثورات هذا الفيلم لا يعفي الحكومة الأمريكية من مسؤوليتها هي مطالبة بإيقاف بثه وهي مطالبة بسد الفراغ التشريعي ومطالبه الحكومه الامريكيه بان تعطي موقفا من الان حتى قبل سد هذا الفراغ التشريعي انها ضد التعدي على مقدسات المسلمين لاننا نرى هذه الحكومه تمنع التعدي على مقدسات اليهود وتمنع التعدي على مقدسات المسيحيين وتمنعنا نحن المسلمون احيانا حتى من ابداء راي في بعض الرموز السياسيه او المواقف السياسيه الامريكيه الحكومه الامريكيه قصفت بيت رسامه عراقيه فقط لانها قامت برسم لجورج بوش الاول هذه الحكومه مطالبه الان لم يعد يكفي الاعتذار ولم يعد يكفي الحديث عن حريه الابداع ولم يعد يكفي الحديث عن الفراغ التشريعي هي مطالبه ان تعطي موقفا واضحا من التعدي على مقدسات المسلمين مطالبون نحن ايضا حكومتنا وكل حكام الربيع العربي بالاساس وكل حكام البلاد العربيه مطالبون بان نطرح لدى مجلس الامن والامم المتحده مطالبه بتشريع دولي يمنع التعدي على مقدسات المسلمين اما على المستوى الوطني على المستوى الوطني ما وقع في اليوم الحزين يوم الجمعة 14 سبتمبر يستحق منا وقفة من كل غيور على هذا الوطن كان في الحكومة أم كان في المعارضة وإذا كانت المعارضة تظن أن ما وقع يوم 14 سبتمبر هو فرصة لتسجيل موقف على الحكومة أو أو لإبراز كبش فداء داخل أعضاء الحكومة هي مخطئة لأن المر... لأن ما وقع يوم الجمعة أعمق من هذا، وما وقع يوم الجمعة يستحق موقفا مسؤولا من كل الأطراف. إذا تخلفت المعارضة عن هذا الموقف المسؤول، الحكومة على كل حال ست... ستمارس مسؤوليتها وستتحمل كل تبعات ما وقع وتعد لمستقبل يواصل شكرا. الزخم الثوري ويخدم أهداف الثورة سواء في الملف السلفي أو في الملف الأمني أو المنجد. في ملف في كل الملفات المطروحة على الساحة الوطنية وشكرا بارك الله فيك سي وسام ياسين ثلاث دقائق شكرا سيدة الرئيس بسم الله الر... بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في البداية نترحم على من توفي من أبناء هذا الوطن في الأحداث الأخيرة وندعو بالشفاء العاجل من اصيبوا من المتظاهرين ورجال الامن ان الدفاع عن رسول الله واجب على كل مسلم اذا قلنا فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله فوجب علينا ان نتحرك ضد كل المساس بمقدساتنا والرسول الكريم ولكن بنظره عميقه وتساؤلات عديده لماذا هذا المساس وما الغايه منه ومن يحركه خارجيا وداخليا ونحن نعيش فتره انتقاليه فتره بناء والانتقال الديمقراطي أمامنا عديد التحديات أهمها ملف التشغيل والأوضاع الاجتماعية الصعبة أمام كل هذا يأتي ضرب المعتقد ونحن نعرف أنه في كل الشعوب إذا وقع الضرب المعتقد أو بالمعيشة يعني بالخبز فإن الشعوب تنتفض فتكون هناك مسيرة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تتحول إلى أحداث عنيفة مدبر لها حرق وتخريب وسرقة لا يمكن لها أن تكون تحت راية الإسلام أن كل الأحداث العنف التي كانت سابقا نتيجة الفشل التام هي نتيجة الفشل التام لكل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات في التعامل مع الشعب التونسي لأن شعب فيه عشر ملايين أكثر من 130 حزب وأكثر من عشرة آلاف منظمة وجمعية ومعظم الاعتصامات والمسيرات تتحول إلى أحداث عنيفة تفسير الوحيد غياب التأثير ولا مسؤولية وأيضا على الحكومة الأمريكية وكل الحكومات الغربية أن تتحمل مسؤولياتها في تجريم التعدي على مقدساتنا المقدسات الإسلامية وشكراً. بارك الله فيك. السيد عبد المنعم كرير دقيقتين. شكراً سيد الرئيس. أستنكر ما قامت به هذه الفئة من الشعب التونسي. من عنف على السفارة الأمريكية ومن عنف ضد جهاز الأمن نحن لا نريد من يمس بسفاراتنا في الخارج والشعوب الأخرى لا تريد من يمس بسفاراتها أيضا وللشعب الأمريكي وأقول باللغة الأنجليزية سامحوني حضرة الأعضاء والنواب والنائبات We deplore what happened in you, on your embassy and we try and do a better job next time with a different team and we support you.